أهلا بكم مجددا. عقدت اللجنة الوزارية العربية الرباعية المعنية بمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية اجتماعها الخامس على هامش أعمال الاجتماعات الوزارية التحضيرية للقمة العربية الجارية في الأردن، وذلك برئاسة دولة الإمارات العربية المتحدة. وناقشت اللجنة الوزارية تطورات الأزمة مع إيران ومسار العلاقات العربية معها وسبل التصدي للتدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية. كما أدانت اللجنة استمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية واستنكرت التصريحات الاستفزازية المستمرة من قبل المسؤولين الإيرانيين ضد الدول العربية. ومن المنتظر أن يكون التصدي العربي للتدخلات الإيرانية أحد البنود التي سيتضمنها البيان الختامي للقمة العربية التي تنطلق بعد غد. دعونا نطلع على أهم البنود الموجودة في مسودة بيان الاجتماع التحضيري وفق ما نشرته صحيفة الرأي الأردنية قبل بدء النقاش مع ضيفي الليلة. عناوين مهمة تتصدر مسودة بيان الاجتماع التحضيري للقمة العربية وتمثل الملفات الأهم محل البحث. الاجتماع التحضيري بدوره سيضع مسودة بيان قمة البحر الميت على رأس الملفات المطروحة القضية الفلسطينية، حيث يشدد المشروع على تفعيل مبادرة السلام العربية والتأكيد على الدور الأردني في رعاية وحماية وصيانة المقدسات الإسلامية والمسيحية ورفض ترشيح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن لعامي 2019 و2020 وإدانة السياسة الاستيطانية الإسرائيلية التوسعية والتمسك بحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة. وتؤكد المسودة على صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب ومواصلة التعاون بين الدول العربية في مكافحة الإرهاب والتطرف، والدعوة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع الإرهابيين الأجانب من الانتقال إلى مراكز الصراع. وفي الشأن السوري تؤكد المسودة على الحفاظ على سيادة سوريا ووحدة أراضيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وتشدد على أن الحل الوحيد للأزمة السورية يتمثل في الحل السياسي وبمشاركة جميع الأطراف، كما تدين العمليات والجرائم الإرهابية ضد المدنيين التي ترتكبها التنظيمات والجماعات الإرهابية. وبشأن أزمة اللجوء السوري تؤكد المسودة ضرورة الوصول إلى آلية محددة لمساعدة الدول العربية المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء، والتأكيد على أن وجود اللاجئين السوريين فيها مؤقت. وبشأن تطورات الأوضاع في اليمن تؤكد المسودة على أمن ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه ودعم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في الرئيس عبد الرب منصور هادي، إضافة إلى التأكيد على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الثلاث المتفق عليها. كما تدين مسودة البيان التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، وإعادة الطلب من تركيا لسحب قواتها من الأراضي العراقية تنفيذا لقرار مجلس الجامعة. وبشأن تطورات الوضع في ليبيا تؤكد المسودة على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلى رفض التدخل الخارجي، كما تؤكد المسودة على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل التي تتخذها لاستعادة سيادتها على الجزر المحتلة. وتقترح المسودة تنظيم قمة عربية أوروبية دورية. الحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات السيد نبيل العتوم، وأرحب أيضا بضيفي الباحث السياسي اليمني السيد عبد الناصر المودع. أهلا بكما. وأبدأ معك سيد عبد الناصر، إلى أي درجة هناك دائما في البيانات الختامية تأكيد على أن هناك خطر وتدخلات إيرانية مستمرة؟ ما إمكانية أن تكون هناك خطوات جادة توازي ما يرد في البيانات؟ المشكلة أنه جميع الدول العربية ليس لها نفس التقييم فيما يخص العلاقة مع إيران. بعض الدول العربية تكاد تكون محسوبة على إيران، وبالتالي هي ما يمكن أن نسميها الطابور الخامس داخل الدول العربية. بعض الدول لا ترى في إيران كخطر كما يصوره بعض الدول. بعض الدول ترى في إيران خطر، ولكن ترى بأن الأسلوب يختلف من دولة لأخرى، وبالتالي ليس هناك تقريبا إلا
تقريبا 3 دول عربية أو 4 دول عربية ترى فعلا بأن الخطر الإيراني هو خطر حقيقي ويمثل وينبغي أن يكون أولوية مواجهة هذا الخطر، ينبغي أن تكون أولوية على غيرها من القضايا. لهذا السبب ستظل الجامعة العربية ومؤتمرات القمة تتخذ طابع الحلول أو البيانات التلفيقية أو التوفيقية ممكن نسميها لها. هذه كلها ستنعكس على أي مؤتمر قمة، ربما بعض البيانات تكون حادة أو تسمح الدول التي تعتبر في الخانة أما الرمادية أو الخانة الحمراء إلى جانب إيران قد تسمح بتمرير بعض العبارات، ولكن بشكل عام لا نعتقد بأن هناك سياسة أو نتوقع بأن هناك استراتيجية أو سياسة عربية تحتوي الخطر الإيراني أو تواجه الخطر الإيراني بأي شكل من الأشكال. يعني إذا كان هناك إجماع دولي سيد نبيل يعني متغير باتجاه أن الخطر الإيراني بالفعل بات يزعزع أمن واستقرار المنطقة، لماذا لا زالت بعض الدول العربية موقفها ثابت من إيران رغم كل ما تمارسه بوضوح للعالم العربي والعالم أجمع؟ أعتقد أن هنالك تقييم مختلف بالنسبة للخطر الإيراني، لا يوجد هناك اتفاق في العلاقات البينية العربية حول تقييم هذا الخطر ومدى جديته، خاصة أنه بعض الدول العربية ربما تشترك بجزء منها بجبرية جغرافية بحرية مع إيران، ولذلك جزء منها من علاقاتها مع إيران تميل إلى المجاملة السياسية ومحاولة عدم الزج بنفسها لمواجهة مباشرة مع إيران. إيران منخرطة من خلال مداخل الأزمات الإقليمية في دعني أسميه في إثارة الفوضى الخلاقة. إيران إحدى أهم مصادر التهديد بالنسبة لوجودها في المنطقة. نحن نتحدث الآن عن إيران سياستها سياسة عدوانية تسعى إلى بناء مجال حيوي على حساب الدول العربية، تعتبر أن العراق هو البوابة وهو الملاذ الجيوبوليتيكي للانطلاق إلى دول المنطقة. إيران نجحت كما أعلن عن ذلك الجنرال سياري وهو قائد البحرية الإيرانية فيما يعرف برحلة العبور إلى المتوسط من خلال السيطرة على سوريا ثم الالتفاف إلى الأزمة اليمنية. الآن ربما نتحدث في سياق هذه الحلقة عن هذه المواضيع. بالتالي أنا أعتقد في تقديري لابد من وقفة عربية واضحة للوقوف بوجه المشروع الإيراني. المشروع الإيراني مشروع يهدد الأمن الإقليمي العربي، للأسف الشديد بات يستنزف كل قدرات العالم العربي على حساب المواجهة مع إسرائيل، وبالتالي هذا يعطيك رؤية واضحة عن طبيعة المشروع الإيراني الذي يريد لفت الأنظار عن مشاكل المنطقة الحقيقية واستنزاف قدرتها باتجاه الالتفات نحو الخطر الداخلي. نعم، طيب يعني دول عربية تتحرك دبلوماسيا وإن كان في بعض الأحيان بشكل متواضع للضغط على أو الدفع باتجاه تغيير صورة بعض الدول في الخارج، الضغط عليها من خلال صناعة تحالفات تصب كلها بتشكيل تحالف ضاغط باتجاه تحركات إيران. لماذا لا يتم هذا الأمر باتجاه دول عربية وقد يكون الأمر أسهل سيد عبد الناصر؟ يعني هل تقصد أقصد أن لماذا لا يتم الضغط على بعض الأطراف العربية لأن يكون موقفها واضح تجاه التهديد الذي يتهدد الآن المحيط العربي ككل؟ يعني فيما يتعلق بهذه الدول، بعض الدول هي ضمن ما يمكن أن نسميه مناء الطوق الإيراني، وبالتالي هذه الدول تريد أولا جهد عربي للانفتاح عليها قدر الإمكان، وإن كانت بعض هذه الدول مثل سوريا الآن هي في حالة تحالف عضوي مع النظام في سوريا، مع إيران في حالة تحالف عضوي وربط مصيره بالدولة الإيرانية، وبالتالي يصعب إخراج هذا النظام من الحلف الإيراني. العراق تبقى المنطقة التي يمكن اللعب عليها، تريد المزيد من الانفتاح من قبل الدول العربية على العراق حتى لا يرتمي أكثر في الحضن الإيراني، لأن العراق كما ذكر الدكتور هو فعلا البوابة التي من خلالها إيران تستطيع أن تتمدد باتجاه الدول العربية. لكن حتى الآن لا توجد سياسة عربية واضحة حتى على صعيد الدول كدول منفردة واضحة للتعامل مع العراق، وهذا يدفعها بشكل منطقي ربما يدفعها إلى التدخل أو التعامل مع إيران بحكم المصالح الأكبر.
بالضبط بالضبط، وهذه هي واحدة من المشاكل منذ غزو العراق. تم إهمال العراق إلى حد كبير، واستفادت إيران من هذا الإهمال. إلى جانب ذلك إيران عززت هذا الإهمال وخلقت وحاولت أن تخلق سور بين العراقيين وبين أشقائهم في الدول العربية وتحديدا في الخليج، على الدول العربية. وحدث في الفترة الماضية أن حدث أن هناك انفتاح سعودي باتجاه العراق، كان هناك زيارة لوزير خارجي العراقي لبغداد، وهذا يعتبر تطور إيجابي. ينبغي العمل على مد مزيد من الجسور مع السلطة الحاكمة في العراق، لأن العراقيين في الأخير هم عرب، وجزء حتى من شيعة العراق ينظرون لإيران كخطر عليهم، لأن إيران تدخلها عبر البعد الطائفي هو تدخل لفرض هيمنة وليس لغرض تعزيز من قوة هذه الطائفة أو تلك، بقدر ما هو تعزيز الهيمنة إيرانية، هيمنة فارسية على العرب جميعهم بما فيهم العرب الشيعة. وبالتالي الانفتاح تجاه العراق تعتبر واحدة من الخطوات المهمة التي ينبغي على الدول العربية الاستمرار فيها، المزيد من مد الجسور مع العراقيين بشكل عام كسلطة وكشعب. أحد أبرز التحركات الجادة عسكريا ضد التحركات الإيرانية كان إطلاق عاصفة الحزم تقريبا منذ عامين مضيا. كيف تنظر لتلك الخطوة؟ التقييم الآن كيف ينظر العرب لهذا التحرك بقيادة المملكة العربية السعودية اتجاه التحركات الإيرانية لزعزعة استقرار المنطقة أكثر؟ أولا أريد أن أضيف لما تفضل به أخي العزيز الدكتور عبد الناصر. الآن دعنا نكون صريحين، الآن العلاقات البينية العربية هنالك مشكلة بالنسبة للنظر إلى إيران. حتى داخل المنظومة الخليجية هنالك رؤية مختلفة لما تمثل إيران من خطر، وبالتالي الخطوة الأولى هو ينبغي تنقية العلاقات الخليجية فيما يتعلق بالنظرة إلى إيران. هذه النقطة رقم واحد. النقطة رقم اثنين أنه هنالك بحكم أنها الأقرب للتحقيق. الأقرب طبعا طبعا طبعا. النقطة رقم اثنين أن ننطلق إلى الدول العربية الإقليمية المحورية، يعني لو جينا إلى مصر، لو جينا إلى الجزائر، غير ذلك من هذه الدول. هذه الدول مهمة جدا في تقييمها إلى الخطر الإيراني، ونحن بحاجة إليها للوقوف بوجه المشروع الإيراني والخطر الإيراني. النقطة الثالثة التي تفضلت فيها حول عاصفة الحزم، أعتقد أنها خطوة كانت في الاتجاه الصحيح. المملكة العربية السعودية لأول مرة دولة عربية إسلامية تقوم بمواجهة إيران بشكل مباشر. إيران أرادت من خلال البوابة اليمنية أن تعبر إلى المنطقة، أن تهدد الأمن الإقليمي للمنطقة، وهي اعتقدت أنها سيطرت على مضيق هرمز، وبالتالي الآن باتت السيطرة على مضيق باب المندب هي أمر سهل بالنسبة لإيران للسيطرة على شرايين الطاقة في العالم. وبالتالي هي أرادت من خلال هذه الدبلوماسية إيران أن تدخل إلى البوابة اليمنية لتكون الخاسرة الضعيفة بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي والسيطرة عليها، وهذا أمر واضح ولا يحتاج إلى تحليل. لكن أنا بتقديري أنه الخطوة السعودية كانت خطوة جيدة بالاتجاه الصحيح، خطوة مباشرة لمواجهة النفوذ الإيراني بشكل مباشر. ثم الأمر الآخر أن المملكة العربية السعودية أتبعت ذلك بخطوة من خلال تشكيل ما يسمى بالتحالف الإسلامي المكون من 34 دولة لمواجهة أيضا الإرهاب تحت بند مواجهة الإرهاب، لكن فعليا هو لمواجهة الخطر الإيراني والتمدد الإيراني والمشروع الإيراني في المنطقة. إيران حاولت من خلال النظرية التي أطلقتها، نظرية أم القرى الشيعية، على اعتبار أن إيران هي مركز العالم الإسلامي وأنها قبلته، والانتقال إلى ما يسمى بنحو دولة إقليمية عظمى بحلول 2030. 2030 هو يقوم بالأساس على إضعاف الدول العربية الأخرى ضمن المجال الحيوي الإيراني، لا سيما دول مجلس التعاون الخليجي، إغراق هذه الدول واستنزافها من خلال مصادر صراع جديدة في المنطقة. كنا نتحدث سابقا عن الأزمة السورية، ثم انتقلنا إلى الأزمة اليمنية، وبالتالي المواجهة مع إيران من خلال البوابة اليمنية كانت خطوة ناجحة لإضعاف إيران. إيران أضعف من أن تواجه الدول العربية بشكل مباشر، هي تلجأ إلى ما يسمى بحروب الوكالة، هي توظف الحركة الحوثية في اليمن، توظف حركات ميليشيات الحشد الشعبي في العراق وتهدد به المنطقة، ثم تحاول أن تهدد أيضا البوابة بلاد الشام من خلال إدخال الباسران والحرس الثوري والقوات متعددة الجنسيات للأسف الشديد من الميليشيات الشيعية الطائفية لإعمال القتل والذبح والدمار في هذه المنطقة. وبالتالي أنا بعتبر إيران ضمن هذه الرؤية هي أحد أهم أدوات الفوضى الخلاقة التي كانت تنادي بها الولايات المتحدة الأمريكية في عهد بوش الابن. الإدارة الأمريكية الجديدة تطرح فكرة فك الارتباط مع إيران مقابل تقديم الدعم للحكومة العراقية
وأيضا محاربة الإرهاب. يعني مثل هذه الفكرة كنا قد ناقشناها، لكن على الصعيد العربي إلى أي درجة قد تلقى بالفعل ترحيبا عربيا وتدعم للتطبيق سيد عبد الناصر؟ يعني هي مهمة جدا أن معقدة. تكون هي المسألة معقدة وهناك رغبات متناقضة، لأنه في نفس الوقت الذي الإدارة الأمريكية تريد محاربة النفوذ الإيراني أو ضعف النفوذ الإيراني، هي في نفس الوقت ترى بأن إيران أو جزء من فلسفة صناع القرار في أمريكا أن الحشد الشعبي أو القوى المناقضة موضوعيا لداعش والقاعدة هي حليف، وبالتالي يمكن استخدامها لضرب وإضعاف داعش، وبالتالي هنا بتدخل الإدارة الأمريكية نفس التناقض إدارة أوباما السابقة بأنه تظل تستخدم أو تستفيد من إيران أو تكون إيران في بعض المناطق حليف لها ضد خصم مشترك. في نفس الوقت الدول العربية إضافة إلى أنها ليس لديها رؤية واحدة فيما يتعلق بالتعامل مع إيران، وأضيف كما ذكر الدكتور فيما يخص أنه نظرة الجزائر ونظرة مصر وهذه الدول من الدول العربية الكبيرة ليس لديها نفس النظرة التي هي لدى المملكة السعودية والإمارات والبحرين الذي هي الدول التي تشعر بالخطر الإيراني وأكثر الدول التي تشعر بالخطر الإيراني. بعض الدول لديها تصورات في مواجهة الخطر الإيراني عبر استخدام وسائل تقوية قوى سياسية سنية مناقضة عقائديا لإيران، لكن بعض الدول العربية ترى في هذه الحركات أيضا خطورة عليها وعلى الأمن القومي العربي. إذن هناك في إشكالية وفي تعقيد في المواقف العربية فيما بين الدول العربية، وتعقيد أيضا فيما يتعلق بالعلاقة مع الولايات المتحدة، خاصة وأن إدارة ترامب حتى الآن لم نجد لديها استراتيجية واضحة، مجرد الكثير من الشعارات. طيب هذا يدفعني لسؤال سيد عبد الناصر، يعني الرسائل التي ستنقل عربيا في ظل هذا اختلاف في المواقف، ما هي الرسائل التي ستنقل عربيا للمبعوث الإدارة الأمريكية الجديدة يعني من خلال سياق هذه القمة إذن في رأيك؟ يعني أعتقد إن كان هناك من رسالة رسمية من قبل الدولة المستضيفة أو دول الخليج رؤيتهم واضحة فيما يتعلق بالخطر الإيراني. الخطر الإيراني هو فعلا خاصة في هذه الجزء الآسيوي العربي من آسيا العربية، هي منطقة صراع وفوضى، إيران هي العامل الرئيسي في قلق هذه الفوضى، وهي ليست فوضى خلاقة، هي فوضى مدمرة وليست فوضى خلاقة. وبالتالي على هذه الدول أن تنقل رسالة واضحة للأمريكان بأنه نريد استراتيجية واضحة في التعامل مع إيران، ونريد أيضا ألا تكون هذه الاستراتيجية أولوياتها مختلفة عن أولوياتنا نحن العرب فيما يتعلق بإيران، ألا يتم التحالف مع إيران بأي شكل من الأشكال، لأنه هذه القوى المناقضة للقاعدة وداعش كما هو الحال في الحوثيين في اليمن أو الحشد الشعبي، هذه القوى هي عامل محفز للمزيد من الفوضى والمزيد من داعش والقاعدة، لأنها هي لا تعمل على القضاء على هذه الحركات ولكن تعمل على تغذيتها من خلال أنها تمثل النقيض الذي يستفيد منه داعش والقاعدة في تجنيد أناس جدد وتقوية مراكزها وموقعها. وبالتالي ينبغي على الحكومة الأمريكية أن يكون لها استراتيجية واضحة باحتواء الاثنين مع بعض، تكون احتواء خطر داعش وخطر إيران في نفس الوقت، وليس استفادة من إيران ضد داعش في على الأقل على المرحلة القصيرة. سيد نبيل، يعني هذا يدفعني لسؤالك حول يعني نظرة إيران لهذه التحركات العربية، هل كيف تنظر لمسار القمم العربية؟ هل ترى أن يمكن أن تتخذ خطوات ضدها، أم أنها أصبحت مؤمنة بأن لا جديد قد يتخذ من خلال القمم العربية ضد ما تقوم به في المنطقة؟ أريد أن أضيف لما تفضل به في العزيز، أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تنظر إلى إيران ليست كشريك في مكافحة الإرهاب، هي طرف مهم جدا في نشر الإرهاب في المنطقة. إيران لديها فكر خطير تحاول أن تروج له في المنطقة وتحاول أن تغرق المنطقة في الفوضى. النقطة الأخرى أنه إيران تنظر إلى أن هذه القمم هي قمم بروتوكولية،
بواقع الأمر، ولا تستطيع اتخاذ إجراءات عملية للوقوف ضد المد الإيراني. الآن ينبغي أن يكون هناك برنامج حقيقي واضح على الأرض، وأنا في نظرتي إلى إيران أعتقد أنه بيان الختام للقمة ينبغي أن يركز على ضرورة مكافحة النفوذ الإيراني، الحركات التي تقوم بحروب الوكالة نيابة عن إيران، والأمر الثالث هو البعد الثقافي في إيران. إيران لديها مناهج خطيرة تدرسها في الكتب المدرسية الإيرانية، هي أنا أحضرت الكتب المدرسية التي تدرس في الكتب المدرسة الإيرانية واستخرجت منها صورة العرب في الكتب المدرسية الإيرانية وكتاب الخرافات والأساطير وعسكرة التعليم، ووجدت أمور خطيرة جدا. إيران لا تنظر إلى الجوار العربي أو إلى الدول العربية كدول صديقة أو كدول دعني أسميها جار لها، هي تنظر لها بعين الريب والشك، تعتبر الخطر رقم واحد على الأمن الإيراني، وتلقن الطلاب في المدارس ثقافة الكراهية والتحريض ضد الآخر اللي هم ممثلين في العرب. وبالتالي أنا كيف أقيم علاقات طيبة مع إيران مبنية على الشفافية والصراحة والوضوح وعدم التدخل في الشؤون الإيرانية إذا كانت هذه الثقافة يتم تدريسها للطلاب في المدارس الإيرانية؟ نعم. بالإضافة إلى ذلك أن الجغرافيا العربية مغيبة تماما في الكتب المدرسية الإيرانية، هي تنظر إلى العراق أنها دولة ينبغي أن تعود إلى الإمبراطورية الأم الإمبراطورية الفارسية، تنظر إلى أيضا البحرين مملكة البحرين هي جزء لا يتجزأ من الدولة الإيرانية، الجزر هي أرض إيرانية، وكل ما يقع ضمن حوزة بين قوسين الخليج الفارسي ينبغي أن يعود إلى الدولة الحضن أو الأم اللي هي إيران. نعم. وبالتالي هذه القمة ينبغي عليها أن تركز في بيانها وفي الختام أن تركز على نقطة محورية جدا، ضرورة إعادة إيران لما يسمى بمنظومتها الثقافية بشكل عام، منظومتها التعليمية. وبالتالي أنا كيف يعني أقول أن الطالب كيف يتخرج من طاحونة التعليم في إيران وهو مشبع بهذه الرؤى والأفكار الخطيرة؟ نعم. جدا، على الرغم من أنه إحنا نشترك بجبرية جغرافية حضارية مع إيران، إيران تنظر إلى الإسلام على أنه غزو أو احتلال وتطلق أقبح التعابير عن 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 العرب. أنا أريد أن أحيي لك أحد طيب. صورة العرب في الإعلام قبل أن نختم يعني وسؤال لكما، العرب في مواجهة التوغل الإيراني كيف تنظر لمستقبل يعني هذا المسار باختصار شديد أقل من دقيقة؟ يعني هو كلما كان هناك علاقات عربية سليمة ومتينة وقوية كلما تمكن العرب من مواجهة الخطر الإيراني أو أي خطر آخر، ولكن إيران تنفذ ويسهل أن تنفذ حينما يكون هناك صراعات عربية تستطيع إيران أن تستغلها وأن تتدخل عبر وكلاءها الكثر في المنطقة والتي زرعتهم من فترة طويلة. التوغل الإيراني أمام الموقف العربي كيف تراه يعني خلال السنوات القليلة المقبلة أو الأشهر القليلة؟ أعتقد أنه لابد من وجود مشروع عربي فاعل وواقعي وقابل للتطبيق لمواجهة النفوذ الإيراني. الآن النفوذ الإيراني هو مشروع ما بين النظري والتطبيق. إيران وضعت خطة لنحو دولة إقليمية عظمى وهو قائم على التوغل داخل الدول العربية، استنزافها ومحاولة إشغال الدول العربية بصراعاتها الداخلية حتى تقوم هي بالمقابل على حساب التنمية والاقتصاد والاجتماع والبنية التحتية والعدالة الاجتماعية وإلى آخره، حتى تستطيع إيران أن تقوم بمشروعها وتنهض به. وأنا أطالب الدول العربية من خلال قناتكم الكريمة بتعريف إعادة تعريف مصادر التهديد في المنطقة على اعتبار أن الخطر الإيراني يوازي خطر داعش في المنطقة ويوازي أيضا الخطر الإسرائيلي. أشكرك سيد نبيل العتوم رئيس وحدة الدراسات الإيرانية في مركز أمية للبحوث والدراسات، والشكر موصول لضيفي أيضا عبد الناصر المودع الباحث السياسي اليمني، شكرا جزيلا لكم ومشاركتنا هذا الحوار في هذه الحلقة الخاصة من هنا من عمان. إذا مشاهدينا مساء انتهى وغدا مساء جديد وملفات جديدة وتغطية خاصة للقمة العربية من البحر الميت، نلقاكم على خير.